معذور مزموزة. اصحى بقى لحسن تتأخر على الشغل ويمشوك. شغل ايه يا شيماء؟ شغل ايه؟ مش اللعبة جت خلاص؟ سيبينا نشوف أكل عيشنا بقى. الله يخرب بيت اللعبة، هو أنت ما تعرفش تعيش نص ساعة محترم؟ اللعبة دي هترجع تمرمطنا تاني ونخسر فيها تاني. بسببك أنت وابنك، لولا إن أنتوا شغلتوني عند زعيتر ده كنت زمان كسبت وسيم في أول تحدي. يا شيخ اتقي الله في ابنك مرة واحدة. ده انت عندك واد يفرح القلب، كل الناس فخوره بيه، نفسه مره واحده تنفذ له طلب قبل ما يطلع معاش. بذمتك ابنك ده يفرح القلب في ايه؟ العيال ولاد جيراننا ما شاء الله بتزوغ من المدرسه وتبقى في السايبر من الساعه 11 الصبح، وده بيرجع لي البيت الساعه 5، شغال في بنك، والبلاي ستيشن اللي انا جبتها له بالشيء الفلاني مرميه في الدرج من اول السنه ما اتفتحتش لما ريحتها طلعت، وهو سايبها وبيقرا في كتاب. بقول لك ايه يا ماما؟ لا شيماء، بقول لك ايه، احنا لسه الصبح. يعني انت لا هتفضل عاطل ومغلوب وان شاء الله هتبقى الكوز في الاخر. انا مش كوز يا شيماء، انا مازو، احرف لعيب في مصر. بس تعال الحقني يا مازو، الحقني يا مازو، انا اسف، انا واقع في عرضك، في طولك، في ارتفاعك يا مازو. انا في حاجه حصلت ومش فاهمها يا مازو. انا رحت اقبض مرتبي زي كل شهر ال 4000 جنيه، فوجئت ان هما بيقولوا لي انت عليك 240000 جنيه. هو ده ممكن يحصل؟ منطقي يعني؟ انت مش فاكر اللي حصل قوي صح؟ لا مش فاكر، بس انا يعني فاكر ان احنا كنا راكبين كلنا العربيه، بس هم قالوا لي ان انا دغدغت العربيه. طب ازاي دي؟ اللي انا فاكره ان الراجل كان قاعد بيسوق وانت قاعد جنبه بتعلمه السواقه، وانا كنت قاعد ورا براقب. طب ازاي ده؟ ده لحد ما طلعنا على اول الشارع بعدها حصل حاجه غريبه يا سعدون. ايه؟ رحت مطلع شريط دواء من جيبك وقعدت تبلبع تبلبع تبلبع، وفجاه بدات الهلوسه عندك وتهبلت خالص، ورحت نازل فاتح باب الواد ورحت منزله وشايطه برجلك وركبت مكانه. قلت لك انت بتعمل ايه يا سعدون؟ قلت لي واد يا مازو اخرس خالص ياد يا مازو، ما اسمعش صوتك تاني، انا اللي هسوق. رحت ملطشني بقى على وشي. انا؟ لا انا ما اقدرش اعمل معاك كده، انا بحترمك جدا ما انت عارف. ايوه انا سمعت كلامك ورحت راكب انا ورا، فابتديت انت تسوق 5 دقايق ورحت انت خبط في 9 عربيات مره واحده. فمش تحاسب يا سعدون، مش في ارواح ناس راكبه معاك؟ هو ايه؟ هو شريط الدواء اللي انت قلت عليه. انا كده اخد الكتفاست من هنا واللي يجرى لي يجرى لي، بتحول كده ببقى وحش، ببقى واحد تاني. انت هتقول لي ما انا شفت بنفسي. كتفاست ايه؟ بقول لك يا مازو. ايه؟ انا مش عارف اعمل ايه يا مازو، انا معيش فلوس خالص، والراجل حالف عليا بالطلاق لازم ادفع الفلوس وما يركبنيش ولا عربي. انا نفسي اساعدك يا سعدون، بس انت اللي عملته مش شويه برضه، والراجل يعني عنده حق، ربنا يتوب عليك يا صاحبي من المخدرات. امين امين، ادعي لي يا مازو. بس يا صاحبي انا عايزك برضه تفتكر حاجه مهمه قوي. ايه؟ سعدون الدين حسين صاحبك اللي وقف جنبك وانت قاعد من الشغل ومبلط، هو اللي جاب لك الشغل وشغلك في وانا فكرة. عايز صغير يا سعدون؟ لا يعني انا ندل مع صحابي؟ لا مش ممكن. يعني انا بعتك قبل كده؟ ما حصلتش. طب ليه انت متخيل ان انا ممكن اسيبك في موقف زي ده؟ يعني هتدفع لي الفلوس؟ لا مستحيل طبعا، بس انا بكلمك انت اكيد لما نلعب التحدي الجاي ونكسب انت تاخد نصيبك بقى من المكسب وتدفعه لزعيطر. ايه القرف ده يا سعدون؟ ايه ده؟ صاحب صاحبك، صاحب الصحوب واخويا، انا كنت متاكد ان انت مش هتسيبني في الورطه دي. ماشي تعالى نلعب ماتش بقى. بس الكوره ممكن تكسر الشقه. هنلعب ماتش بلاي ستيشن. كوره بلاي ستيشن. تعالى اقعد. ماشي ماشي يلا.